حفظكم الله. المرسل محمد سعودين حماد الفهد من المملكة الأردنية الهاشمية بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: خرج أخي من البيت وكانت له حاجة ضرورية، وعندما وصل إلى مكان حاجته لقي رجلا يعرفه فأجبره على أن يشهد على مال ربا، وما كان نيته التوقيع والشهادة لكنه خشي منه، فهل عليه كفارة؟ وإن كانت عليه كفارة فما مقدارها؟ وبماذا توجهون؟ جزاكم الله خيرا. هذه شهادة محرمة، الله العافية، ولا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق. هذه شهادة زور، شهادة محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فجعل الشاهدين من جملة من تقع عليهم اللعنة، لأنهم وثقوا هذا الربا بشهادتهم وتعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب عليه التوبة إلى الله وأن ينقض شهادته، أن يذهب إلى الكاتب الذي كتب شهادته أو إلى القاضي إن كان وثقها عند محكمة، أن يذهب وينقض شهادته. نعم.